خلونا نشوف هذا التقرير من معرض الكتاب المستمر بأرقام قياسية، وفاصل ونرجع تاني. أنا روائي، ليا أول أعمالي الروائية نزلت في معرض الكتاب السنة دي. السنوات السابقة هي اللي كانت إدتني دافع إن أنا أشارك أو إن أنا أنزل بالرواية بتاعتي وأشارك السنة دي. دي مش أول مرة أحضر فيها، أنا حضرته من 3 سنين تقريبا أو من سنتين. طبعا اختلف كتير جدا، في حاجات كتير قوي نزلت جديدة، كتب كتير قوي جميلة جدا. هي تالت سنة بيجي فيها على المعرض، ويعني أنا بستمتع جدا بالحضور، من التجوال على دور النشر، من تصفح الكتب، يعني التجربة كلها بما فيها جميلة. أحسن مرة في المعرض هو لم كل الثقافات، سواء حتى كبشر ماشي أو حتى كعلوم. اللي عجبني في المعرض كتب حلوة وروايات حلوة جدا والأسعار كويسة. في كتب ب2 جنيه، في كتب ب4 جنيه، في كتب ب5 جنيه، في كتب ب10 جنيه، في ب20، في ب30، حسب الكتاب وقيمته اللي موجودة فيه. أول مرة أصادف معرض القاهرة، الحقيقة حكاية جميلة جدا، ويمكن محتاج زمن يوم واحد يمكن ما يكفي، فأنا جيت أول مبارح، دي المرة الثانية أجي هنا المعرض، ويمكن برضو ما قدرت أغطي كل الأجنحة وكل القاعات بتاعت المعرض. لو في يعني مثلا أطفال أو كده بجد هم يتبسطوا جدا، لأن الحاجات الترفيهية بتاعتهم حلوة جدا، والكبار برضو في روايات الصراحة فظيعة جدا، وفي كذا كذا يعني ناشرين وكده، فهو الموضوع حلو للكبار وللصغيرين. أصلا بجي للكتب الأكاديمية أكتر حاجة، فبقالي فترة كده بدور على كتب أكسفورد والأصلية وكده ومش لاقياها، والحمد لله لقيتها هنا. اشتريت كتب كتير، دور النشر متنوعة الحمد لله، كان في برضه فعاليات بره شفتها في كتب ثقافية وعلمية ودينية لجميع المراحل، يعني من سن الشباب الصغير لحد الناس الكبيرة، فأنصحكم تيجوا المعرض بصراحة، والسنة دي كان جميل قوي، إن شاء الله هتتكرر السنة الجاية.